السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى، الحمد لله. ماشي. بص يا شيخ، لما تبقى يعني الناس دلوقتي يعني ضل طريقها، والنسوان متعرية في كل حتة يعني في الشارع زي ما انت شايف، ماشي، المفروض ان احنا نرجع لمين؟ لحضرتك وللشيوخ يعني، صح؟ الموضوع لو نعرف المفروض يعني نسأل ونعرف الدين من حضرتك، صح؟ نعم، تفضل يا أمك. إيه الموضوع؟ نعم؟ ما الموضوع؟ بس هدي نفسك كده واذكر الله، قل لا إله إلا الله. أنا سيدي تعبانة جدا. لا، اذكر الله بس، اهدى كده. تعبانة؟ لا لا، عفوا، اذكر الله، اذكر الله بس، هدي أعصابك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اذكر الله كده وهدي أعصابك، وإن شاء الله مع صابرين معك. ماشي. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده، وقل لا اله الا الله. ماشي. دلوقتي يا شيخ انا لما ابقى شاب باخد مثلا 2500. حلو؟ حلو. لا مش حلو، 2500 مش حلو الايام دي. ايوه مش حلو طبعا. انا اجي مثلا اجيب اكل، ولا اجيب وعايز اتجوز مثلا، عايز اعف نفسي يعني. انا الحياه كده سودة خالص كده. انا دلوقتي مثلا عشان لا ما زعلش يا حبيبي، ما زعلش. عفوا عفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وقال الله: اصبر بس، اصبر اصبر يا حبيبي. حاضر حاضر. هاي كثير ليه كده النبي؟ الله قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اصبر اكمل. حاضر. ما فيش في بلدكم واحده سيب حلوه كانت متجوزه قبل كده واتطلقت او جوزها مات؟ سالت والله، بس هم في البيت قالوا لي انت السبب. خلاص، ما الرسول احسن منك واحسن من ابيك واحسن من ابي، وتزوج السيده خديجه. ماشي. طب انا دلوقتي اتجوزت سيده زي حضرتك. ايوه، اما ربنا يفرج عليك. ما هو ده كيلو العدس 50 جنيه. ايه يعني ده كيلو العدس الوقت 50 جنيه ونعمل ايه؟ ما بتكلم المسؤولين. انا مالي مالي كيلو العدس ب 50 جنيه؟ انا بفتي هنا فتاوى. قول يا رب. هو ما فيش ان، بص يا شيخ، ما فيش ان الشاب دلوقتي يمشي مستقيم ويمشي بالدنيا. يعني انا دلوقتي شاب، عشان انا اصلي واستقيم وامشي بالدين، لازم ايه؟ لازم يكون في حاجات بتساعدني على كده. وايه اللي انا ايه؟ ولا انا هضل يا اخي؟ انا هضل طريقي. استنى بس، صبرا صبرا. انت تتقاضى مرتب كم؟ 2500. 2500 ساكن ولا في بيتكم؟ في البيت بتاعنا. في البيت بتاعنا 2500. وتذهب للمواصله وترجع بكم؟ للعمل المواصله ثلاثه رايح وثلاثه جاي. يعني في الشهر كم مواصلات؟ 500 جنيه. يبقى اتبع لك 2000 جنيه. كيلو البطاطس بكام يا حبيبي؟ ب 13 جنيه. كيلو البطاطس ب 13 جنيه. كيلو البطاطس هيكفيك يوم، وكيلو رز معاه. وتحلت ايوه، كيلو رز ب 24 جنيه ده. اشتغل كمان على توك توك ولا أي حاجة يا عمي، اشتغل أي واحد شغلك على توك توك وتكسب. وبإذن الله كل الناس بتمر بالضيق. يعني ده مش دي عادي يا شيخ، بصراحة مش دي عادي، ودي مش عيشة أبداً أبداً. أنا مش عارف أعمل إيه. طيب قول لي أنا، وقول لي ما الذي أعمل؟ مش عارف والله يا شيخ، انا اتخنقت والله بجد. انت منين بس؟ من اي بلاد بس يا حبيبي؟ من ساعة ما بدأت استقيم بصراحة، وشايف ان الموضوع صعب يعني. والله يا شيخنا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فاصبر وابحث عن عمل آخر. وانت من أي البلاد؟ أنا نفسي والله أسافر، بس أنا مش عارف أسافر. أنت من أي البلاد؟ بلدك إيه؟ بلدك؟ أنا من بورسعيد. بورسعيد. ممكن تكلمني في الهاتف الخاص؟ ماشي إن شاء الله. شكرا. السلام. ما حاله مثلا، والحمد لله ان وجد عمل غيره، مش لاقي عمل اصلا.